مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخبار الكان. البداية ستكون بأبرز نتائج مباراة اليوم الاثنين. الكوت ديفوار تتغلب على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتونس تتعادل أمام أنغولا، بينما المنتخب المالي تغلب على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل واحد. أما بخصوص أبرز أخبار الكان، فقد فضل الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي منح الراحة لحكيم زياش في الحصة التدريبية لإزالة العياء، حيث أنه لم يتدرب مع المجموعة. كما سيواصل الأسود تدريبهم استعدادا لمواجهة الكوت ديفوار برسم الجولة الثانية من دور المجموعات بإجراء حصة تدريبية جديدة مساء اليوم بداية من الساعة 6 على ملعب حرس الحدود. من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري لقيام مشجعيه بإشعال الشماريخ في ملعب الدفاع الجوي أثناء مباراة كينيا في كأس إفريقيا. وعلم موقع لو 360 سبور أن مدرب المنتخب المصري قرر القيام بتغييرات في التشكيلة الرسمية للفراعنة خاصة في الجهة اليسرى، حيث يفكر أغيري بالدفع بلاعب أحمد منصور بدلا من أيمن أشرف في مباراة الجولة الثانية أمام الكونغو. مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر ونلقاكم يوم غد في أمان الله.